تتابعنا خلال الشهر الفضيل. رمضان كريم راح عبر بساط الريح، راح نروح إلى أعماق العالم، راح نكتشف غرائب شعوب، طقوسهم، عاداتهم، تقاليدهم. راح ننقل أحلام وأماني الأقليات الإسلامية. راح بساط الريح بجزئه الثاني نسرد من خلالها هذه القصص من أعماق إفريقيا، من هضاب الباسيفيك وفي كل أنحاء العالم. إذن ترقبونا مشاهدينا الكرام في هذا رمضان، وفالكم طيب وصيام مقبول إن شاء الله. رمضان كريم